هذه حقيقة فرض المجلس الحكومي القادم لحجر صحي شامل. بعد الارتفاع المقلق لعدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا، انتشرت أنباء عن اتجاه السلطات المغربية نحو تجديد الإجراءات وفرض حجر صحي شامل. وحسب نفس الأخبار المنتشرة، فإن الحكومة المغربية تدرس إمكانية فرض حجر صحي شامل من أسبوعين. ونفى مصدر حكومي في تقرير إعلامي لأحد المنابر الإعلامية صحة هذه الإشاعة التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي. وجاء في نفس التقرير أن مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الاثنين القادم سيتدرس في اجتماعه الموافقة على تمديد الطوارئ الصحية فقط.